السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة اللي كتعرف كباقي مدن المملكة كما كتعرف كباقي مدن المملكة متابعينا موجة ديال الحر كبيرة، يعني درجة الحرارة كتجاوز في بعض الأحيان 46-47 واللي بدات من بدايه الاسبوع هذا الى اليوم. وكنا من قبل درنا مجموعه ديال الجولات، لقينا لابيسيناس ديال فاس كلشي كان مسدود، الاطفال كانوا كيعوموا في النافورات، لكن صاحبي خدام الله حفظك، لكن بالامس اول امس العمده ديال مدينه فاس خدينا من عنده تصريح وقال انه لابيسيناس غيفتحوا البارح، ولكن كان واحد الروطار تاع اليوم عاد فتحوا متابعينا. واليوم جينا لهنا المسبح الحسن الثاني، اشهر مسبح، المسبح البلدي طبعا اللي كاين في مدينه فاس، وكتشوفوا معنا هادو الاطفال ديال الاحياء الشعبيه اللي جايين بواحد الثمن 10 دراهم. صاحبي شحال داخلين هنا؟ 10 دراهم ياك؟ 10 دراهم. الدراري الصغار؟ الدراري الصغار الصغار الدراري الكبار 300، الدراري الصغار ب 10 دراهم. واخا متابعينا، الدراري الكبار 15 درهم والدراري الصغار ب 10 دراهم. هذه هي الأثمنة اللي هنا هنا في مدينة فاس، وهذا يعني بعد طول الانتظار. الساكنة ديال مدينة فاس كانوا كيتحرقوا الوليدات ديالهم، لابيسينات كانوا 100 درهم 120 درهم 150 درهم في المسابح الخاصة، لكن اليوم ملي فتحوا لابيسينات وخاصة المسبح البلدي المعروف هنا على مستوى مدينة فاس، كتشوفوا معنا عامر الوليدات كيجيو من كل مكان باش يعوموا هنا من الاحياء الشعبيه كلها. مسبح الحسن الثاني المتواجد هنا، المسبح الحسن الثاني المتواجد في حدا لافيات المعروفه هنا حدا في المنطقه ديال فاس معروفه، كاين ليميتر ناجور يعني مدربين ديال السباحه كاينين هنا، الوليدات كلشي كيعوم صغار كبار، كاين مسبح خاص بالاطفال ومسبح خاص بالكبار كما قلنا، كاين 15 درهم الكبار و10 درهم بالنسبه للاطفال الصغار. متابعينا كاين المسابح اللي فتحوا ايضا، المسابح ديال المرجه ديال المنطقه ديال المرجه، وهادو المسابح اللي هنا، هذا مسبح الحسن الثاني المعروف على مستوى مدينه فاس، رغم انه تعطل يعني تعطل عاد فتح، ولكن على الاقل فتح، واخا تعطل يجي معطل ولا ما يجيش كاع، على الاقل بعدا تفتح. وكتشوفوا معنا الوليدات كيفاش كيعوموا بكل فرح وفرحانين وكل شيء، يعني كاين اللي جايبينهم والديهم، كاين اللي جايين هما كبارين وجايين يعوموا. هذا مسبح ديال ولاد الشعب، مسبح كبير يعني ماشي مسبح صغير، مسبح كبير كافي للاطفال رغم الاكتظاظ رغم ورغم، ولكن على الاقل عندهم وليدات الناس اللي في الاحياء الشعبيه بحال بن دباب المنطقه ديال باب فتوح عوينة الحجاج جميع المناطق يمكن لهم يجيو المسبح بلدي يعوموا بثمن 15 درهم. 15 درهم ماشي هو 150 درهم او 120 درهم ولا غير 50 درهم، 50 درهم صعيبه. الوليدات الصغارين كيعوموا ب 10 درهم، و10 درهم نقدروا نعتبروها مناسبه رغم ان كنمروا كنمروا بظروف اجتماعيه واقتصاديه قاصحه على مستوى مدينه فاس، كاين غلاء ديال الاسعار، ولكن على الاقل نفتح هاد لابيسين باش يجيو الوليدات ديال الاحياء الشعبيه يعوموا. على الاقل الناس اللي ما عندهمش ولا اللي عنده اربعه ديال الوليدات ولا خمسه ديال الوليدات، اللهم يجيبهم ب 50 درهم ولا يمشي للمسبح خاص الدخله لكل واحد 120 درهم ولا غير 50 درهم كما قلنا، وراها صعيبه وغير 30 درهم وصعيبه. اللهم الثمن ديال 10 درهم و15 درهم او ثمن اكثر من هذا. الله يحفظك ليك. شد لي هكا بيدك هكا اللي تشد صبر غير فوق. ترى معك الاخوه
هذه الاجواء هنا متابعينا. كما كتشوفوا معنا متابعينا كاين اباء جايين مع وليداتهم، كاين اطفال صغارين جايبينهم والديهم لهنا على مستوى هذا المسبح الشهير، مسبح الحسن الثاني معروف على مستوى مدينه فاس، وهذا هو المسبح البلدي، هذا هو المسبح البلدي الوحيد اللي عندنا هنا في مدينه فاس، المسبح البلدي الوحيد. شوف كلمة شي كلمة ماشي مشكل مرحبا تحياتي خلينا خدامين صاحبي صاحبي خلينا خدامين الله يحفظكم الله يحفظكم سيروا تعوموا بالصحة والراحة ولا بيسين اجواء متابعينا اجواء مزيانه هنا على مستوى مدينه فاس متابعينا. تشوفوا معنا حتى فوق حتى فوق تحياتي غادي نرجعوا متابعينا من خلال مباشر اخر ونقدروا ناخذوا تصريحات ديال بعض الناس اللي جايين هنا يعوموا ان شاء الله بحول الله، وغناخذوا من عندهم تصريحات بخصوص الاجواء المثيره هنا على مستوى مسبح الحسن الثاني.